طبعا الدور المصري كان هو الدور الأهم والدور الفعال، ونحيي ونسمي دور القيادة السياسية المتمثلة في فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكما عودنا سيادته أنه رجل من أفعال وليس أقوال. لقد كان سيادته من أول الأزمة متابعا جيدا ومتدخلا، كان له الدور الأول في وقف إطلاق النار والتنسيق بين جميع الفصائل الفلسطينية وبين الحكومة الإسرائيلية، ولقد رأينا جميعا الإشادة الدولية وإشادة جميع الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بدور سيادته القوي والفعال. وكذا الدور القوي لسيادته من خلال فتح معبر رفح وتقديم المساعدات الطبية والغذائية لأهالي فلسطين العزيزة، وكذا ما قام به سيادته من دعم مادي 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة بأيدي مصرية خالصة، فتحية اعزاز وتقدير لسيادته، ولنفخر جميعا بأننا مصريين لدينا رئيس كسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشكرا.